الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم هون علينا سكرة الموت. تابعوا معنا هذا الفيديو الرائع والجميل، يعني اللي حدث بهذا الفيديو أثناء القارئ عبد العزيز حيم بصلاة العشاء، يعني حصل شيء غريب ومدهش للغاية. فبتمنى نتابع الفيديو حتى النهاية، يعني أثناء 14,000 مصلي خلف القارئ حدث شيء مدهش للغاية. بتمنى نتابع الفيديو حتى النهاية، وما تنسوا تحضروا السماعات وتسمعوا معي هذا الفيديو كتير منيح. أنا راح أشاهده معكم على شاشة الكمبيوتر، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله الله الله